يقول: هل يجوز لي أن أعمل لدى شركة كعامل لصنع الشاي وصبه وتنظيفه؟ هل يجوز لي أن أعمل لدى شركة كعامل لصنع الشاي وصبه وتنظيف المكاتب، مع العلم أن مدير الشركة وأكثر الموظفين لا يصلون؟ ابتعد عنهم، لا تخالطهم، اطلب العمل عند غيرهم، اطلب الرزق عند غيرهم. نعم. ثم يقول: حفظك الله، وإذا كنت قد أخذت مرتبا في السابق من هذه الشركة فماذا أصنع به الآن؟ إذا كنت أخذته في مقابل عمل عملته ما ولك، هذا مقابل عملك وكدك، لا بأس به. نعم.